بداية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله. متفق معايا في هذا الشيء اللي قلتي؟ 100%. 100%. اليوم غادي نتكلموا على علاقة التغذية بالجلد، وهنا أكيد كل السيدات غادي يعطيونا ودينات ديالهم، لأن خرجت موضة أننا نقتنيوا بعض الأدوية، بعض المكملات الغذائية باش نحافظوا على الجلد ديالنا. وحنا كيف ما تنقولوا دائما في كل وتماع كل يبان عليك. فالعلاقة تبرهنات انها علاقه مباشره ووطيده جدا ما بين التغذيه، هذاك الشيء اللي تناكلو، والنوعيه ديال الجلد ديالنا او الجمال ديالنا. صح، فكيف ما شرتي اخت سميره ان هناك علاقه وطيده ما بين الجلد والجانب الغذائي. ف غنعاود المثال ولا الجمله اللي تتقولي دائما كل يبان عليك، وهذه الاغلبيه ديال الناس وخصوصا السيدات ربما ما تعطيوهاش اهميه كبيره، لانهم تركزوا على كل ما هو دهون خارجيه وتنساو ولا تتناساو كل ما هي مكونات داخليه. فعندما نتحدث عن الجلد نعرفوا بان الجلد هو واحد العضو اللي تيشكل عند الانسان سواء الرجل ولا المراه، وعنده واحد القيمه كبيره. يعني ربما ان المراه تتعطي الجانب كبير في الجمال ديالها الجلد والشعر، هذه مساله عاديه والرجل كذلك. ولكن هذا خصنا نفهموا واحد المساله، هو ان هذه القضيه ديال الجلد، انا تنبغي دائما كيف ما شرتي في المقدمه ديالك بان الجانب الغذائي المغربي اللي كان وما فيها بس، ربما نقارنوا كذلك ما بين النساء ولا المراه المغربيه اللي كانت شحال هذه وديال دابا. نعم، فتنعرفوا بان شحال هذه ما كانت هناك لا دهون لا كريمات لا والو، وتتبان يعني حتى دابا فاش نمشيو للقرى تنشوفوا بان المراه ربما تتوصل لواحد السن ديال 80 سنه ولا ربما 90 سنه وباقي الجلد ديالها يعني تيرتي وتبارك الله، ما كاينش هناك تجاعيد كبيره، ما كاينش اللون ديال البشره تيكون. نعم، اكيد ان كاين هناك مجموعه ديال العوامل تؤثر في هذه المساله هذه. فالجانب الاول كاين هناك المشكل اكيد ديال الجانب ديال التلوث، وهذه مساله ما يمكنناش نتحكموا فيها، لان ملي تنخرجوا للشارع ولا ملي تنخرجوا نمشيو للعمل ولا هذا، فكاين هناك تلوث ديال البيئه راجع لمجموعه ديال الاسباب، هذا ماشي هو الموضوع ديالنا. كاين هناك دونك هذا جانب ما نقدرش نتحكموا فيه، ولكن كاين هناك عوامل اخرى اللي تيمكننا نتحكموا فيها. بين هذه العوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها كاين جوج ديال النقاط رئيسيه. النقطه الاولى هي المشكل ديال الستريس او التوتر، واللي كذلك عنده علاقه بالجانب الغذائي، والمشكل ديال التوتر تاثر بشكل سلبي على الخلايا ديال الجلد ديالنا، هذه من جهه. النقطه الثانيه كاين هناك الجانب الغذائي، هنا باش نفهموا المساله بشكل كبير، هو ان الجانب الغذائي يؤثر بشكل كبير على الجلد. ملي تنهضروا على الجلد يعني ان الجلد تيفقد هذيك لا سوبليس ديالو، وتيقدر يفقد حتى تيولي لابو تتولي غولاشي يعني تتولي مرخيه. هاد لابو ملي تتولي مرخيه اكيد ان عندها مجموعه ديال الاسباب، لان هناك خلايا اللي ادات لهذا لوغولاشمون ديال لابو. فكاين هناك بطبيعه الحال اسباب بعض الاحيان تقدر تكون مرضيه، ولكن حنا تنهضروا على المساله ديال الجانب الغذائي. فهنا ما يعرف بالشيخوخه المبكره، فمن بين لي سين ديال الفييسمون بريكوس ولا الشيخوخه المبكره كاين هناك هذا الارتخاء ديال الجلد سواء على مستوى الوجه او لا على مستوى مناطق اخرى. فشنو هي الاغذيه ولا شنو هي الجوانب اللي يمكن لها تاثر بشكل سلبي على الجلد؟ فهنا علميا ثبت على انه اول شيء يؤثر بشكل سلبي على الجلد، وهنا ربما الساده المستمعين لان الان تنظن انهم ملي بداوا تيسمعوا لنا خداوا مجموعه ديال الافكار ومجموعه المعلومات، وهنا غادي يبداو يفهموا بزاف ديال الامور علاش كنا تنركزوا عليها وعلاش دائما تنركز عليها. فاول شيء فيما يخص الجانب ديال الجلد، واول شيء اللي خصنا نتفاداوه هما المقليات في الزيت. المقليات في الزيت تعتبر من بين الاسباب الرئيسيه ديالو ديال 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 فقدان الجلد، هذاك السوبليس ديالو، هذيك الليونه ديالو. فربما يعني شنو العلاقه؟ نعم، الوغ كاين هناك مكونات اللي كانت تكون ملي تيكون عندنا القلي في زيت وتتمشي وتتاتاكي هذاك ديك المكونات اللي كاينه على مستوى الجلد داخليا، يعني خصوصا هذوك بعض البروتينات اللي تتكون على هذا المستوى، وهنا تيوقع انه تيوقع هذاك الغولاشمون ديال لابو. فهنا الناس خصهم يفهموا بان عندما نتحدث عن على
المقليات في الزيت راه ماشي فقط علاقته غير بالسمنه، راه ماشي فقط علاقته غير غير بالكوليسترول، راه انك عنده مجموعه ديال الامور اخرى اللي هي سيئه. بطبيعه الحال كاين هناك كذلك الاكثار من تناول البروتينات الحيوانيه والاكثار من تناول السكريات الاصطناعيه، كل هذه امور تؤثر بشكل سلبي. هذه الان النقط اللي هي علميه مثبوته انها تؤثر بشكل سلبي على الجانب ديال الجلد. فهنا غادي نمشي ما هو ما يساعد او لا شنو اللي تنفع باش اننا نتفاداو هذه المشاكل هذه. بطبيعه الحال الناس اذا دخلوا وقلبوا غادي يلقاو بان كاين هناك مضادات الاكسده، نعم كاين هناك مضادات الاكسده، ولكن كاين هناك بعض النقط اللي هي مهمه وبعض النقط اللي هي رئيسيه. لان تنعرفوا بان الاغلبيه ديال الكريمات اللي تنشري ولا الاغلبيه ديال المنتوجات اللي تدير المراه تتلقى مكتوب فيها غني بفيتامين او اباز دو لافوكا اباز دويل دوليف بيتا كاروتين بيتا كاروتين الى اخره. هذه مكونات نعم مزيان اللي جايبينها اصلا من الطبيعه، اكيد من جايبينها من الطبيعه، مزيان اننا ندهنوا بها، ماشي انا ما تنقولش العكس، ولكن غيكون احسن وافضل اننا ندخلوها للجسم ديالنا. ندخلوها للجسم ديالنا عن طريق مجموعه من الاغذيه. داكشي علاش حنا تنقولوا دائما ان الاستهلاك ديال زيت الزيتون خاصو يتم بشكل يومي. يعني احنا ملي تنعطيو نصيحه راه ما تنعطيوش نصيحه اللي ماشي غير باش نقادوي حاجه وحده، نصيحه اللي غتقاد لي مجموعه ديال الامور. فعندما نتحدث عن زيت الزيتون فهي مثلا تخفض نسبه الكوليسترول، انها مضاده للسرطان، انها مضاده مزيانه للخلايا الدماغيه ومزيانه كذلك بالنسبه للخلايا الجلديه. عندما نتحدث مثلا على تناول اللوز مثلا او الفواكه الجافه، اللوز ولا القرقاع، يعني الحبات واحد الخمسه ولا 10 الحبات في اليوم، لماذا؟ لانها تحتوي على فيتامين او، تحتوي كذلك على مضادات الاكسده اللي هي مهمه من اجل تقويه الجلد، لان الجلد يحتاج الى مجموعه من المكونات على راسهم فيتامين ا، على راسهم فيتامين او خصوصا، على راسهم كذلك تنهضروا على الفيتامين دي، كذلك بعض البروتينات، ولكن البروتينات اللي ما خاصش يكون فيها الشحوم. هذه البروتينات اللي ما فيهاش الشحوم منين غتجينا؟ غتجينا من البروتينات النباتيه. شنو هي هذه البروتينات النباتيه؟ هي القطاني، هي الحبوب الكامله. فاذا الا فهمت معك السي نبيل العياشي انه يعني صحيح ما كاينش شي علاج سحري وفوري للبشره المتالقه الخاليه من البقع والعيوب، لكن هناك مكونات محدده يعني ضروريه في الغذاء الاجمالي والنظام الغذائي ديالنا الكامل لتحسين مظهر البشره. اكيد ان لساعات النوم الكافيه علاقه كذلك، لكن كذلك يعني الاطباء هما تيجزموا وتيقولوا بان سر البشره الجميله والمتالقه تكمن في تناول اطعمه محفزه للتالق الطبيعي. وحنا تنقلبوا لقينا مجموعه من الاطعمه اللي مركزين عليها في الانترنت، مثلا كاين وعلى راسهم طبعا الماء، لان كان الجفاف من الداخل اكيد البشره ما تكونش متالقه. كاين مطيشه، كاين اللفت، كاين لافوكا، كاين القهوه لان تنعرفوها تسحر بلا سيلوليت، الفلفل الاحمر حلوه، التوت، الشوكولا، كلها اشياء. وطبعا الحوايج اللي فيها لابيتا كاروتين بحال الخيزو اللي تناخذوا الماء ديالو بشحال هذه كنا تنتبرونزاو به مع زيت البلديه. الحوايج اللي حمراء، نعم. فشنو رايك في هذا الشيء اللي مكتوب؟ الماء بطبيعه الحال خاصنا نشربوا الماء، ولكن ما تنهضروش غير على الماء فقط، تنهضروا على الماء وبالموازاه معاه اننا خصنا نقصوا من الملح ونقصوا من السكر. لان الماء خصنا نعرفوا بان الماء داخل الجسم ديال الانسان دائما تيكون مرتبط بهذ المكونين، يا اما مرتبط بالصوديوم او لا مرتبط بالسكر. فنقدر ناخذ جوج لتر الماء تكون كافياني، ولكن نقدر ناخذ جوج لتر الماء وما تكونش كافياني نهائيا. علاش؟ لان ملي تناخذ جوج لتر الماء وانا تناكل معاها بزاف ديال السكريات وبزاف ديال الدهنيات، فهنا اشنو تيكون عندي؟ بحال تنشوف شي شخص عنده غير النص ديال الوجه، ما عندوش النص ديال الوجه الاخر. فهنا تنجيب حاجه وحده لهذيك الحاجه ما تعطينيش صوره كامله، فما يمكنليش نجيب غير الماء بوحده وبلا ما نركز على الامور الاخرى، ولا نجيب غير السكر والملحه بلا ما نجيب الماء. خصني الصوره باش تكتمل ويكون عندي الوجه واضح كامل، تيخصني انني نقص من السكريات، نقص من الملحه، ونجيب كميه كافيه من الماء. هذه فيما يخص الماء. فيما يخص الامور الاخرى، فيما يخص النقاط الاخرى، فيما يخص الطماطم او الجزر او البيتخاف الى اخره، أنا دائما أقول وعلميا أثبت هذا، أن هناك علاقة ما بين احتياجات جسم الإنسان وما بين الأغذية الموسمية. فهذه الأغذية الموسمية، الناس اللي ربما غادي يسمعوا مثلا يسمعونا قلنا الطماطم، ربما يبقى ياكل غير الطماطم ثلاث سنة، هذا خطأ. الاعتماد على الأغذية الموسمية، ملي غادي يجي فصل الصيف غناخذ العنب، غناخذ الدلع، غناخذ البطيخ، غناخذ الكرموس، غناخذ الهندية. البواغي اللي كاين في المارشي. نعم، ملي غنجي الآن ملي تنهضروا مثلا على لابيتا كاروتين، ولا ملي تنهضروا على يعني بزاف ديال المكونات غذائية
الغذائيه اللي فلافونويد مثلا اللي كاينين في الرمان، فهنا الوقت ديال الرمان مثلا خاصني نتناول الرمان، وقت ديال البربه كذلك، الفرجل كذلك. فهذه اغذيه الترفاس اللي غادي نهضروا عليه، فهذه كلها اغذيه اللي عندها دور، فيها مكونات غذائيه التي تساعد وتساهم في تقويه الخلايا الجلديه.